بلادنا ما يتقاتلوش. بلادنا ما يسيش مع بلداد. حافظوا على هذه النعمة. نعمة الحياة. نعمة الحرمة لبعضنا بعض. نموت زعفوا. نموت غايضوا. وإنما باش نوصلوا للقتل الذي حرم الله. القتل الذي حرام الله. قتل النفس. الله سبحانه وتعالى يقولنا من قتل النفس واحد كما قتل الناس جميعا. علاش الانسان اذا تعدى هذا الحد يخرج من الانسانيه، ما يبقاش انسان، يرجع للحيوانيه. ما تنسوهاش الاحباب، هذا درس ندوه، درس هذا اليد اللي راح وهذا العمر اللي راحت خص تنفعنا تفقدنا. خصكم تتيقظوا، ما تسبقوش في هذو وليداتنا، ما تسبقوش فيكم. كل واحد منا يدير المجهود اللي يقدر عليه، كل واحد منا يدير المجهود اللي يقدر عليه ونصلحوا ذات البين وما نخلوش هذا المرض. راه اليوم لي انسان يقول راه خطيتني، راه غدوه تكون فيه ولاده، تكون فيه حفايده. ما ننساوش كي القاتل كي المقتول، شكون هما، شكون جدودهم، نعرفوهم، عشنا معاهم، وليداتهم كانوا، الوالدين نتاعهم كانوا من اهل الحي، كلكم تعرفوهم، راهو منا ورانا منهم، رانا دم واحد ورانا امه واحده. ندعو الله سبحانه وتعالى اللي جاء بركه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فينا ويرحمنا. يتوسل النبي المصطفى للشيخ بن عيسى للحرم الكرام، وحاشا وكنا يا خير بنا وانت تدعي قريب المجيب، دعاك يا ربي بجاه الحبيب، وتنعم علينا بفتح القريب. مبروك على الجميع. الله يبارك فيك.